أخواني الأفاضل أينما كنتم حياكم الله. نحن اليوم الاثنين 24 جويلية 2023 والساعة 10:18 مساء بتوقيت الجزائر، وهذا حديثي إليكم مباشر عبر اليوتيوب وعبر الفيسبوك وعبر التيك توك. أزرف اللون إخواني، حياكم الله أينما كنتم. بداية اسمحوا لي باسمي وباسم باسمكم جميعا أن نترحم على إخواننا الذين ماتوا حرقا، أن نترحم على عشرات من الذين قتلوا حرقا، وندعو الله أن يتقبلهم من الشهداء. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأن ندعو للذين أصيبوا وهم بالعشرات وربما يتجاوزون المئات، أن ندعو لهم بالشفاء العاجل، وأن ندعو إلى كل المتضررين، أن ندعو الله أن يلهمهم الصبر ويلهمهم القوة ويلهمهم الثبات على مواجهة هذه المأساة التي تضرب الجزائر مرة أخرى. قبل أقل من 5 أيام أو 6 أيام كانت هناك مأساة ضربت إخواننا في أقصى الجنوب، وقتل فيها 38 شخص، ربما وصل العدد الآن إلى 40، لأن البعض كانت جراحهم خطيرة. كان سبب ذلك الشرطة الإجرامية التي طاردت سيارة مليئة بالبنزين اصطدمت بالحافلة في توت قريبا من تامن راست. هذا اليوم فإن السبب هي الحرائق، ونحن على يقين أن هذه الحرائق جزء منها طبيعي وجزء منها بكل أسف وألم، وهذا هو الرأي السائد لدى الأغلبية العظمى من الجزائريين، أن جزء منها قد يكون مرجح جدا أن يكون من عمل المخابرات الإرهابية. هذه ليست أول مرة، فقد عايشنا 2021 جرائم بشعة حدثت في منطقة القبائل وفي مدن أخرى في الشرق، خاصة في جيجل وسكيكدا والطارف وتبسة، وأدت إلى مقتل المئات. أقل التقديرات تقول أن في منطقة القبائل وحدها كان عدد القتلى أكثر من 250 والجرحى بالمئات، والذين دمرت حياتهم كانوا بعشرات الآلاف، وكان هناك عشرات القتلى ومئات الجرحى في مناطق أخرى أيضا. كلنا نعرف أن تلك الحرائق كانت أساسا من عمل المخابرات الإرهابية بقيادة جبار مهنا ومن معه، وكانت لها أهداف واضحة ومعلومة، وهناك قناعة راسخة ترقى إلى اليقين لدى سكان المنطقة ولدى الأغلبية من الجزائريين أن ذلك كان عمل إجرامي. هذا ليس جديد، فهناك شهادات كثيرة جدا، أنا شخصيا لدي بعض هذه الشهادات، لا أستطيع نشرها بكل أسف لأن أهلها من العسكريين شهدوا لي بذلك، ولكنهم قالوا إن لو نخرج بأسماءنا أو تشير على المواقع بالذات فسيلقون علينا القبض، وهؤلاء كلهم كانوا قد ممن بعثوا لي، وكان هناك اللي بعثوا لآخرين أو كتبوا في أماكن أخرى أنهم هم كانوا يقومون بالحرائق بطلب من قياداتهم في التسعينات وما بعد التسعينات، ليس فقط في التسعينات. إذن فالحرائق نعم جزء منها طبيعي، ونعم تحدث في أماكن أخرى من العالم، ولكن نعرف أن جزء منها أيضا إجرامي. الكارثة الأخرى وأن هناك حرائق مثلا في هذه الأيام بالذات، هناك حرائق في اليونان، وهناك حرائق في تونس، وهناك حرائق في إسبانيا، وهناك حرائق في إيطاليا، وهناك حرائق في عدة دول تحدث على هذه الأيام، لكن لم نسمع أن هناك عدد كبير من القتلى. ربما تسمع عن 2، 3، 5، 7 قتلوا، لكن ليس عن ما يزيد لحد الآن. هم تحدثوا على 34 و81 جريح، ولكن العدد في الحقيقة الآن لحد الآن، يعني الأخبار اللي وصلتني أنا راه تجاوز 60، بجاية وحدها أكثر من 22 على الساعة 4 هذا العصر.
كان عدد الذين أحصوا بأنهم قتلوا ماتوا حرقا كانوا أكثر من 22 في بيجاية وحدها، منهم 10 عسكريين. وهذا بحد ذاته يطرح مرة أخرى لماذا يقتل العسكريين في النيران، ولماذا تتكرر المكرر كل عام ويعود نفس الشيء ويموت عسكريين في وسط النيران أحيانا وهم يطفئون فيها بالبالة. خلونا نشوف بعض الفيديوهات، وهذه الأسئلة راح نقشها معاكم في الجزء الثالث. نعود إلى الموضوع بعد ما مروا على الجزء الأول، الآن نشوف بعض الفيديوهات وبعض الأحداث ثم نافذة دولية ربما على السريع، ثم نعود إلى الجزء الثالث لنناقش هذه القضية مرة أخرى. ولماذا؟ لأن قضية هذه الحرائق هي تتراوح ما بين الإهمال الإجرامي لا نيجليجونس كريمينال وما بين العمل الإجرامي، يعني هي لا تخرج من القضيتين، مع قناعتنا أنه تحدث حرائق في كثير من مدن العالم، في كثير من مناطق العالم تحدث حرائق وتحدث في بلدان، لكن سنرى لماذا أنها تتراوح ما بين العمل الإجرامي وما بين الإهمال الإجرامي، سنرى ذلك على الأقل من وجهة نظري. خلينا نشوف بعض الصور، وأقول لكم بداية أن هناك بعض الصور مؤلمة جدا، هناك بعض الفيديوهات مؤلمة، بعض الفيديوهات التي سنريها لكم ربما عادي والناس تعودوا عليها، لكن هناك فيديوهات مؤلمة لمن لا يستطيع أن يتحمل ربما صراخ بعض الناس خاصة. دعونا نرى بعضها. هذه كانت في واد داس أو دايس في بجاية، كما تشاهدون حرق سيارات، سيارات محروقة، بيوت محروقة. دمار، قرية دمرت تماما تقريبا. إذا من الواد داس توجا هذا في بجاية، هذا في القل في ولاية سكيكتا. الناس في حالة هلع وجزع حقيقي، وحديث على إخراج الأولاد والأطفال والدراري. هذه كانت في تيزي رشت. لا شيء
وصلت أيضا إلى بعض الناس إلى بيوتهم مثل هذه. هذه في طايس في بجاية. وهذه في زيام المنصورية جيجي. وصور أخرى بعضها مؤلم مش رح نوريه لكم، من الأحسن. كما قلت، بعض المصادر الرسمية بما فيها راديو الصومام تحدث على أن في بجاية وحدها كان عدد القتلى شهداء إن شاء الله أكثر من 22 واحد على الساعة الرابعة، وكانوا عشرات الجرحى. العصابة الإجرامية اللي تسمى وزارة الدفاع أخرجت بيان قالت فيه أن عدد القتلى من العسكريين هو 10 شهداء إن شاء الله، وهناك تحدثوا على 25 جريح فيما أعتقد. وطبعا مس عدد القتلى أيضا، وأنهم كانوا في بني كسالة في بجاية في بني كسيلة. و وأن كان هناك أيضا 56 جريح في نفس المنطقة، إضافة إلى 9 من المدنيين أيضا من الجرح. ولكن مصادر أخرى أيضا تحدثت على 8 قتلى في بومرداس، و7 في بويرة، و5 في تيزيوز، و4 في جيجل، و2 في كل من المدية وسكيكدا وسقهرس. هذه الأخبار كانت كلها قبل الساعة الرابعة هذا العصر. نتمنى لا يكون العدد ارتفع، لكن بعض المعلومات التي وصلتني وبعض الرسائل التي وصلتني تحدثت على أن الأرقام كانت مرتفعة. فمثلا هنا كان يتحدث على 10 في بجاية، بينما الساعة الرابعة كانت الأخبار تحدثت على 22. إذن من المتوقع جدا أن يزداد العدد وأن يتجاوز بكثير رقم 34. ندعو الله أن يكون أخف ما يمكن وأن يتقبل هؤلاء في الشهداء. إذا رجعنا إلى هذه العصابة الإجرامية، فإننا نسمع ميل.
هذه كانت في أكتوبر 2022، ما يسمى بالوزير الأول. أما بخصوص عملية تقنية الطائرات التي تساءل عنها بعض الإخوة النواب الأفاضل، بخصوص عملية تقنية الطائرات الخاصة بإطفاء النيران، تم إتمام إجراءات اقتناء 4 طائرات قاذفة للمياه من آخر طراز من نوع برياف 200 ذات سرعة تقدر ب 12,000 لتر، حيث سيتم استلام الطائرة الأولى منها خلال شهر ديسمبر الحالي إن شاء الله القادم. يعني والله إجراءات جد صعبة، ف يعني جابها ظروف صعبة وصعبة جدا، وقفنا خلالها على ما كان موجودا وعلى مختلف الاختلالات التي كانت موجودة من أجل محاربة الكوارث الكبرى، ومن خلالها عدم توفر من بينها عدم توفر بلاد على هذه الطائرات. وبالمناسبة كل يعني كل الشركات العالمية التي تعمل في هذا المجال لا تتوفر على مخزون، بل ولا تتوفر حتى على المواد التي تسمح لها بصنع هذه الطائرات وتجهيزها نظرا لخصوصياتها. ولكن الحمد لله يعني بفضل المثابرة تمكنا من الإمضاء على هذا العقود بأثمان جد معتبرة، ومن التحصل على أول طائرة هي الأول من نوعها سوف تدخل إلى الجزائر في شهر سبتمبر 2022، ويعني من ديسمبر 22 إن شاء الله، والثلاثة الباقية سوف تصل تباعا في أواسط 23 وأواخر 23 إن شاء الله. مجموعة ملاحظات على ما قاله هذا السفيه. أول حاجة قال أنه راح تكون كاينة طائرة قبل نهاية العام في ديسمبر، سؤال مطروح وراها هي الطائرة، وأن البقية سيكون في منتصف العام وفي نهاية العام. ذاك راح نسمع وزير داخليته يقول عنا 6 طائرات، إذا يكذب. الأمر الثاني قال بأن دفعنا أموال جد معتبرة وأن هذه الطائرات غير متوفرة في السوق وإلى آخره، وهذه كذبة كبرى. ما كانش شيء غير متوفر في السوق، هناك شركات بالعكس تريد أن تبيع وتبحث عن زبائن، وفي العالم أجمع معروف على استثناءات قليلة بعض السلع القليلة جدا اللي ربما يكون عليهم من حين لآخر يكون عليها ضغط، لكن هذه الطائرات موجودة وموجودة كسيكند هاند وموجودة كجديدة وموجودة الصغير وموجود الكبير وموجود، ولكنهم يكذبون. الأمر الثالث، مش قلتوا في 2021 أنكم جبتوا 4 طائرات من هذه البيرليف 200 كما ذكرها؟ خليني أعطيكم الدليل. طبعا هو كان وزير أول آنذاك، وكانت في أوت 2021، ما يسمى بشروق نيوز أو شرور نيوز، إحدى المواقع والقنوات المفسدة في الأرض، أهلها مفسدون في الأرض وليس فقط فاسدون، ومن يشتغل فيها مفسدون في الأرض ويبيعون الأكاذيب. واش كاتبين؟ الجزائر البلد الإفريقي الوحيد الذي اقتنى 4 طائرات تعرف على وحش إخماد الحرائق، وهي طائرات بي 200 الروسية مرعبة النيران. وقتاش كان هذا؟ كان في 18 أغسطس 2021، في 18 أوت 2021. وإذا هذا كان ما يكفيش، راحوا عملوا جابوا الطائرة وداروا لها برنامج، وها نقص فقط الموسيقى لأسباب تتعلق باليوتيوب. هم هنا وش دايرين؟ وهاكم تشوفوا وجايبين الطائرة وكاتبين عليها ومدح، قريب قصائد شعر فيها، وأنها عندنا 4 طائرات وإحنا الوحيدين في إفريقيا الذين لدينا هذه الطائرات. هذا الكلام كان يوم 17 و18 أوت 2021، بعد الحرائق الكبرى التي أقدم عليها جبار مهنا
يومها. وهذيك أنا نقول جبار مهنا، وأنا على يقين وضميري مرتاح تماما. إذن وكانوا طرحوا السؤال، هل ستنهي هذه الطائرات أزمة حرائق في الجزائر؟ أين هذه الطائرات التي ذكرت أنكم جبتها في أوت 2021؟ بعد الحرائق أيضا أو في وسط الحرائق في 2021 قالوا بأنهم داروا كوموند عن طريق وزارة الدفاع، داروا طلبية عن طريق وزارة الدفاع عند الروس باش يجيبوا 4 طائرات، ومرات كانوا يقولوا 6 طائرات على نفس النوعية. أما ما يسمى بوزير الداخلية فاسمعوه واش يقول في جوان اللي فات، يعني قبل شهر يوم 19 جوان الماضي. في السنة الماضية وأكثر في السنة اللي ما قبل في 21 22، احنا خذينا بعين الاعتبار هذا، خذينا العام هذا بصفة تنبؤية بصفة استباقية. كل الإجراءات وكل يعني عززنا كل الإمكانيات وعززنا كل القدرات حتى نواجه مثل هذه الصعاب. فبالنسبة لسؤالكم مثلا بالنسبة للطائرات القذيفة، الحمد لله احنا اضطرنا باش نتعاقدوا مع شركة من أمريكا الجنوبية من الشيلي بالضبط. 6 طائرات راهي هنا موجودة اليوم، 12 متر راهي لهنا، ويبداو ان شاء الله هذوك اللي يقوموا اليوم هذو بالتجارب وبكفايه امكانيات التدخل. الطائرات لازم لها ثاني على مستوى هذه الغابات المنتشره عبر حدودنا وداخل يعني بلدنا في الهضاب العليا وفي المناطق الجبليه في الاوراس في تيزي بوزو في الورسنيس في تيزي بلاد قبائل في الورسنيس، يعني حيث ما توجد غابه لازم نكونوا احنا متواجدين معهم. كثفنا من كل المتدخلين، راي مع بالنسبه للحمايه المدنيه عززنا ليزيفيكتيف 15000 عون تاع الحمايه المدنيه. وكذيب بالجمله، لكن خليني نعاود لكم باش تسمعوها مليح واش قال مره اخرى. اعتبار التجربة التي عشناها المأساوية التي عشناها في السنة الماضية وأكثر في السنة اللي ما قبل في 21 22، احنا خذينا بعين الاعتبار هذا، خذينا العام هذا بصفة تنبؤية بصفة استباقية. كل الإجراءات وكل يعني عززنا كل الإمكانيات وعززنا كل القدرات حتى نواجه مثل هذه الصعاب. فبالنسبة لسؤالكم مثلا بالنسبة للطائرات القذيفة، الحمد لله احنا اضطرنا باش نتعاقدوا مع شركة من أمريكا الجنوبية من الشيلي بالضبط. 6 طائرات راهي هنا موجودة اليوم، 12 متر راهي لهنا. 6 طائرات ست طائرات راهي هنا موجودة، تعاقد مع الشيلي وست طائرات راهي هنا موجودة نتاع 12000 لتر، يعني نتاع أضخم الطائرات تقريبا، يعني تقريبا أو من بين الأضخم. يعني الكذب العلني، أين هي 6 الطائرات؟ أين هي الطائرات الستة؟ هذا الكلام في 19 جوان، يعني راه عندنا 35 يوم منذ أن قالوا. يكذبون أكثر ما يتنفسون. درك هذا الناس كيفاش يتعاملوا معاه؟ الذين قتلوا، الذين ماتوا، الذين ماتوا أبنائهم، الذين ماتوا أبائهم، الذين ماتوا أزواجهم، الذين دمرت حياتهم، الذين دمرت بيوتهم، الذين دمرت سياراتهم، ماذا يتصرفون مع هذا الوزير وأمثاله ورئيس ما يسمى بوزير الأول وتبون المزور والكمشة المافيا العسكرية؟ كيف يتصرفون الناس؟ كيف يتعاملون مع هذه؟ انتم قولوا لي. قال لك راه عندنا 6 طائرات نتاع من بين الأضخم اللي هي تاع 12000 لتر وراهي موجودة وراهم يتدربون وكل شيء جاهز. هذا الكلام عنده 35 يوم. وقال لك قدرناها بعمل تنبؤي، وكأنه تنبأ على طريقة نيوتن أو على طريقة مانيش عارف من. بالنسبة ليه عمل تنبؤي، وكأن الصيف هذا ممكن يجي هذا العام وممكن ما يجيش، فهو تنبأ بأن الصيف راح يجي في 2023. وجد 6 طائرات من بين الأضخم
وراهم موجودين وراهم مدربين وعنده 15,000 عضو وعنصر ومانيش عارف الى اخره. لماذا عندما نقول اننا امام جماعات إجرامية، أمام حثالة الحثالة، فنحن لا نظلمهم في الوصف؟ لماذا لما نقول نحن أمام مجرمين، أمام سفهاء، أمام مفسدين في الأرض، نحن لا نظلمهم في الوصف؟ لماذا عندما نقول أنهم يكذبون أكثر مما يتنفسون فنحن لا نظلمهم في الوصف؟ لأنها الناس تشوف. وطبعا ربما أغلبيتكم ما راكمش عايشوا في النيران ولا أنا، ولكن فقط كوننا ننظر لها نشعر بألم شديد ونشعر بغضب شديد ونشعر بانزعاج شديد مما يجري في هذه البلاد. طائرات، ما يسمى بالوزير الأول هذا الكاذب الذي التحق بجوقة الكذابين، يقول لك أنها معتبرة وبالسيف باش نجيبوها، وهذه الطائرات يستطيع الناس أن يشتروها، ودخلوا وديروا سيرش في جوجل وشوفوا واش يعطي لك. وتبدأ هذه الطائرات من 5 مليون أورو إلى 50 مليون أورو حسب الحجم وحسب الشركة وحسب إذا جديدة مش جديدة إلى آخره. كيف يتصرف الناس مع هؤلاء؟ هل هذا استعمار ولا شيء آخر؟ لكن والله لو جا استعمار ما يفرط في الأرض وما يفرط في المباني. فرنسا كانت تذبحنا، كانت تجهلنا، جاهلت أجيال، ذبحت أجيال، قتلت أجيال، دمرت أجيال، لكنها حافظت على الأرض، بل أنها بنت المستشفيات وبنت الجامعات وبنت الطرقات وبنت المباني. وأهم المباني اللي بكل أسف وألم نقولها، أهم المباني اللي مازال موجودة في الجزائر اليوم هي من أثر الاستعمار. حثالة الحثالة الذين ورثت الاستعمار هم كمشة تدميرية، هم جماعة تدمير. أين هي الطائرات الستة اللي وصلت ويقول راهي هنا والناس تدربوا عليها إلى آخره، ما يسمى وزير الداخلية؟ صراحة قد ما نبحث على الوصف لا أجد وصف لهؤلاء، لكن الغضب راه يتصاعد. بصح ما لازمش نبقاو في الغضب فقط، يجب أن نتحرك لإنقاذ هذه البلاد، راهي كل يوم تهوي أكثر. الخوف من مواجهة هؤلاء المجرمين سيؤدي بالبلاد إلى انهيار شامل، لأنهم يكذبون بلا توقف، بلا حدود، يكذبون طول الوقت وينهبون طول الوقت ويخربون طول الوقت ويدمرون طول الوقت ويقمعون ويسجنون ويقتلون ولا يتوقفون، لا يتوقفون أبدا على هذه الأفعال ولن يتوقفوا. نحن لسنا أمام نظام حكم ديكتاتوري ولا استبدادي ولا مانيش عارف أعطوله أي وصف، نحن أمام جماعات تخريبية، جماعات إرهابية، نحن أمام حثالة الحثالة الإرهابية التي دمرت البلاد وأضعفتها وأهلكت الناس. وأنا أتحدث فيكم ملايين الناس ما يوصلهمش الماء إلا بعد 3 أيام 4 أيام 5 أيام في درجات حرارة. اليوم مثلا سكيكدا اعتبرت كثاني أو ثالث أكبر درجة حرارة في العالم، كانت اليوم في سكيكدا 49. والحقيقة مش سكيكدا فقط، تقريبا كل الشمال الجزائري تراوحت درجات الحرارة فيه أقلها 40 درجة وتجاوزت أحيانا 50، لكن عندما يحسبوا درجة الحرارة يحسبوها في الظل، فتجاوزت في كثير من المدن 47 و48 و49 درجة، وهذه بمراكز عالمية تقول هذا. وهذا ليس في الجزائر فقط، مرة أخرى نقول ذلك، يعني تونس نفس الشيء الآن، والمغرب تقريبا شيء مشابه كي نحكو فقط على جيراننا، وجنوب إسبانيا وجنوب فرنسا وجنوب إيطاليا واليونان ومصر وكثير من الدول. لكن لماذا هذه الأعداد الهائلة من القتلى، من الموتى؟ هذا هو السؤال اللي يطرح مرة أخرى.
صراحة ما عنديش رغبة في النافذة الدولية، يعني خلوني نكمل معكم الموضوع هذا ونروح حتى قبل الوقت شوية، لأني أشعر بغضب شديد وأفضل أن أكمل هذا الموضوع ونرجع لموضوع النافذة الدولية وأشياء أخرى نرجع لها فيما بعد. مرة أخرى نرجع أيضا لسؤال آخر، لماذا يقتل العسكريين؟ فقد أعلنوا اليوم كما قلت على أن قتل 10 تم، ماتوا حرقا وجرح منهم 25. هذا كانت وقعت العام الماضي. اللي يريدني باش يشوف الخبر كاملا ها هو فيما يسمى بشروق نيوز، وطبعا كانت في جرائد أخرى أيضا. يوم 17 أوت 2021، وممكن مساعد أنه يضعها على صفحة الفيسبوك وعلى اليوتيوب تشوفوها هناك. خليني نوريكم هالصورة أيضا، هذه مؤلمة جدا، اللي ما يقدرش ما يتحملش يبتعد على على على, على الفيديو ولا على اللايف. هذه في درع الميزان، هذه في درع الميزان. قبل سنتين تقريبا في هذا الوقت أقدم جبار مهنا ومن معه على حرق منطقة القبائل ومدن أخرى، ولكن ركزوا على منطقة القبائل أساسا. يومها كانت هذه الصور من منطقة القبائل أيضا، وكانوا عسكر. هذاك اللي شفتوه كان يقولون الناس روح إلى آخره، هو هذا الشاب، اسمعوا وش يقول. شيء الفتاة دي تعبني صح، صحابي وواحد ما عادش نقدر، ما عادش نقدر، ما عادش نحمل. فت الطبيب، فت عند الطبيب، شو قاعد يستهزئ بيا، شو اللي حاطني نتمسخر ولا حاطني ونتعبد. فوتني الطبيب عطاني كوفاليسونس نمشي بالدواء، عطاني الدواء ومن بعد تفوتني، دوموند علي بودي امام، ما باش علي، ما باش شاف حالتي، ما باش سقس علي، ما باش ما دار لي حتى حاجه. من بعد بعد دي راش قعدت نمشي بالكوفاليسونس، حالتي مزري، حالتي راني في حاله ما عندي حتى شيء، ما نسى حتى شيء. تعبت في راسي ياسر، زيد كي خرجت وما عندي حتى، ما قدرش نخدم عند النيت، تو ما قدر في بلاصتي ما قدرش نتحرك، ما قدرش نخدم عند النيت، باش نجيب لها مفعول ولا بو يصرف علي ولا حتى بو يربي انا في والو. ما قدرش، فهمتي؟ هل كانت هناك متابعة صحية ونفسية من مؤسسة الصحة العسكرية؟ العسكري ما كانش، تبعت السي في العسكري ما كانش حتى متابعة، حتى يعني هيك تهلوا فيا ولا حاطوني هيك، هم حاطوني يستهزئوا أنا في راسي صح تعبت، ونهضرها قدام أي واحد راني تعبت. المرض النفسي هذا منش جاك بالضبط يعني؟ من أصحابي، مشي اللي شفته. أصحابك أصحابي اللي توفوا، مشي اللي شفته. مازلت ظروف مأثر علي، مازلت ظروف متعبت، وظروف نزلت نتخمم فيها، ومازلت ظروف نتخمم فيها ماني رافضها. هاك شوف في حالتي، أنا رفضت، كل ما مشي قاعد نظهر، ما عنديش حاجة تعاونني، ما كانش الناس وقفت معايا، ما يجي واحد ما يجيني واحد ما سقساني،
واحد ما قال لي كيف ايه وش حويك واحد ما سقس عليه السلطات المدنيه ما قال حد سوي واحد سقس عليه واحد طلعك المستشفى العسكري. هذا كان من الذين وضعهم آنذاك في النيران. طبعا كان الهدف مفهوم من عند المخابرات الإرهابية باش يخلوا أن النيران هذه راهي ثاني حرقة العسكر. كل اللي كاين هناك شعب هناك عسكر، لازم يجيبوا دائما عسكر يموتوا في النيران باش يخفوا من غضب الشعب. كي الناس يقولوا هم ماتوا لهم ثاني هما العسكر، كل احنا طرفين، كي احنا من الجزائريين احنا طرفين، كاين الشعب وكاين العسكر. لكن مع ذلك رماوه كالكلب المسكين هذا، رادياوه قالوا راك تتمسخر، وهو الذي عاش النيران وشاف أصحابه يحترقون وشارك فيها وتأثر منها وأصيب بها، قاموا بشطبه من الجيش، معناها ما عندوش مدخول، لا رعاية صحية، لا مدخول، لا رعاية نفسية، لا رعاية مادية، لا رعاية للأسرة، لا شيء. أحياناً أبناء كبار الجنرالات والجنرالات عندما يصاب أبنائهم ومش عسكريين يبعثهم للخارج. أحدهم الآن راه مسجون في إطار صراع الأجنحة وهو الأشخم. كان قبل 4 سنوات أو 5 سنوات عنده بنو في طبعاً يجيبوا مطوات نتاع الهبال، وفي دار اكسيدون بالموطو، موطو ضخمة دار اكسيدون، قعد في بلجيكا آنذاك الأخبار كان 1.5 عام تصرف يصرف عليه من مال التأمين العسكري تاع العسكريين، يصرف على ابن جنرال 1.5 عام عند البلجيك باش يعاودوه من جديد لأنه كان تهشم تماما. لكن لا علاقة له بالجيش، ماهوش عسكري، ابن جنرال فقط وكبير ماهوش صغير، يعني مش تحت رعايته، قال والله تحت 18 سنة كما يقول القانون أو إلى آخره. أبنائهم أحيانا وزوجاتهم وبناتهم إلى ما نتكلمش عليهم هم يرسلوهم في مهمات طبية باش يديروا الكوسميتيك، باش يعاودوا الأسنان، باش يعاودوا مانيش عارف البوتوكس، مانيش عارف أشياء تجميلية إلى آخره من أموال الجيش، في حين أن عسكريين، وهذا مثال طبعاً للأسف ما كان شهادات كثيرة لأن هناك ترعيب وترهيب إلى آخره، هذا مثال يصاب في نيران يقتل زملائه ويموت أمامه ويقتل مدنيين أمامه ويصاب بصدمة، ومعروفة هذه الصدمة اللي تجي بعد الأحداث أو ما يعرف بالستريس اللي يجي بعد الصدمة، لا رعاية ولا، وبل عكس من ذلك شطب رمي. والله لو كان كلب عند جنرال أو عقيد لا يرمى، لو كان قط عند عقيد أو جنرال لا يرمى، لو كان زاوش عند عقيد أو جنرال لا يرمى، بل بالعكس يعالجوه. وأنا مع معالجة الحيوانات، بل أقول لإخواني في هذه الأيام أن لا ينسوا في هذه الأيام الشديدة الحر الشديد، أن لا ينسوا خاصة للطيور والحيوانات أن يضعوا المياه في قمم الجبال وفي الأماكن اللي تكون فيها، لأن كاين طيور تموت لا تجد ماء في حرارة شديدة، فتذكروا ذلك دائما إخواني. لكن ها شوف فاش تعامل مع هذا مع الجزائريين، ها هو علاش نحن نحكم بجماعات الحثالة الحثالة، نحكم وكأنه احتلال ولكنه احتلال متخلف شديد التخلف، يستخدمون أموال الشعب، ثروات الشعب، أملاك الشعب، مؤسسات الشعب اللي يسموها هما تاع الدولة باش يقهروا هذا الشعب وباش ما يحموش من الحد الأدنى. قضية الحرائق، قضية الأكل والشرب والملبس والمبيت، هذه من أولويات الأولويات، يجب أن توفر للجميع، فما بالك قضية الحرائق أو قضية الفيضانات. قبل شهرين غرقت الناس، غرقت المدن، ليس لأن هناك أمطار هائلة، وسقسوا أهل تيبازا والمدن
10 و 12 مدينة فيها تضررت بشكل رهيب، ولكن أيضا بومرداس، ولكن أيضا العاصمة، ولكن أيضا مدن أخرى، قالما ومدن كثيرة، سقسوهم على حالهم وين. تجي الأمطار تغرق الناس، تجي ال 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 يجي الصيف يحترق الناس، يجي الصيف يحترق الناس، يجي الشتاء ينقطع الغاز، يجي الصيف تنقطع الكهرباء والماء، وإن كان المال ولا شتاء وصيف الآن. كل يوم يقربون إلى الهاوية، ليس لأننا ما عندناش أموال، ليس لأن البلاد فقيرة، ليس لأن هذا الشعب لا يريد أن يشتغل ولا يريد، بل بالعكس نصف الشعب معطل، ويتهمونه بأنه ما يحبش يخدموا فنيانين وإلى آخره إلى آخره. أي طبعا لما انت تدي 90 مليون شهرية خلاف الرشاوي وشكاير ولور وإلى آخره، وتعطي للناس 3 ملايين وربع ملايين، وكاين اللي ما يدوهاش بطبيعة الحال. لما الناس يشوفوا أبنائكم يمشوا في سيارات تاع 500 مليون و 800 مليون ومليار ومليار ونص، وهو كاين اللي ما يلقاش صبابط لولاده بطبيعة الحال. لما الناس يشوفوكم ساكنين فيلات بلي بيسين، وهما يدزوا بالجيريكان وبالسيتيرنا باش يعمر الماء بطبيعة الحال. لما الناس يشوفوكم بالحراسات وبالبوليسية وبالجدارمية وبمانيش عارف، وهما أبنائهم يخطفون ويغتصبون، وهذه الأيام كم خطف من طفل وكم قتل من طفل وكم اغتصب من طفل أو طفلة، بطبيعة الحال الناس كيف تنظر لكم؟ عندما تسكنون في المحميات مثل كلوب دي بان وما شابهها وما جاورها تحت الحراسة، الحراسة المخابرات وحراسة الدرك وحراسة مانيش عارف من، والناس تعيش أحياناً في أحياء مليئة بالعنف، مليئة بالجرائم، مليئة بالكوارث، بطبيعة الحال عندما تعالجون اللي يوجعوا راسه يعالج في سويسرا وفي ألمانيا وفي فرنسا وفي بلجيكا وفي أمريكا، بينما الناس لا يجدون أحيانا سبارادرا، لبرة أحيانا ما يلقوهاش في المستشفيات اللي أصبحت خراب، كيف سينظر لكم الناس؟ حثالة الحثالة، استعمرتوا البلاد وحقرتوا الناس وقهرتوا الناس. عندما تكون الأسعار، الناس لاحظت خاصة ارتفاع في أسعار الحمص واللوبيا والعدس إلى آخره، لماذا؟ لأنهم داروا احتكار، قال لك الواي سي فقط هي الجبالي، لا هما عندهم من شكون يجيب، لكن داروا على أساس احتكار، فإذا بالأسعار ترتفع وتلتهب، اليوم أكدوا هذا الاحتكار. الاستيراد وراه جنرالات وراه وزراء وراه ولات وراه كبار قضاة، وإلا ما تديرش تجارة في البلاد. أصبحوا يطلقون نساء الرجال ليعبثوا بهم، كنت أمس نشوف في واحد وهو يبكي كيف طلقت منه زوجته والقاضي طلقها وأعطاها نمرو التليفون نتاعه، وبعد أيام أعطوها بيت سوسيال. يدمرون الأسر، ينشرون الدعارة، ينشرون المخدرات، ينشرون الخمور، ينشرون الجهل، ينشرون الفساد على أوسع ما فيه، كيف سينظر لهم الشعب؟ والله شعبنا شعب صبور وصبار، وإلا يخرج ويبحث عليكم واحد واحد، ينتفض في وجوهكم واحد واحد. شعب صبور، ذبحتوه بالإرهاب 30 سنة وما زالت لعبة الإرهاب، وجات الكورونا وذبحتوه بالكورونا والأكسجين والحرائق وما زالت، والذبح الأخلاقي لا يتوقف، والذبح المادي لا يتوقف، ورفع الأسعار لا تتوقف، وأنتم تعيشون في 1000 ليلة وليلة. البرجات في كل مكان، الدودانات في كل مكان، والبوليس يحقر كما يشاء. اسألوا أهل طالب العربي، زوج شباب،
هكذا جاتهم على خاطرهم البوليسية أو الترك أو مانيش عارف من دحسوهم، مع أن واحد منهم عسكري. وهاي عندها 3 أيام وهي المنطقة مشتعلة، وحرقوا الكوميسارية وحرقوا وما زالت الناس والاعتقالات، وزادوا اعتقلوا العشرات من الناس والتعذيب. ولعل الأسبوع الماضي استمعتم لابن حليمة وهو يتحدث، لابن حليمة الحر ابن الأحرار وهو يتحدث على أنهم عذبوه واغتصبوه وقهروه وظلموه فقط لأنه أحد الذين خرجوا وهو كابران برتبة كابران، باش يقول إن الجنرالات يهدمون البلاد، ينهبون أموال الجيش، يفقرون الجيش، يستعبدون عناصر الجيش، يجوعون الجيش وينهبون أموال بملايير الدولارات اللي تروح لميزانية الجيش، ولكن في الحقيقة أكثرها يذهب لجيوبهم. وتتكرر الحرائق، وكل عام نفس القضية ونفس القصة، وسيبقى هذا. واللي تابعوني هنا ويعرفوا أني قلت في 2021 ستتكرر هذه الأمور، وقلت في 2020 في 2019 في 2015 وعندي قريب 30 سنة وأنا نقول أن هذه المآسي ستتكرر، لأنها مخطط لها ومقصودة. ينطلقون وفق نظرية جوع كلبك يتبعك، ينطلقون الآن مش فقط تجويع، الآن تجويع وقهر وتخويف وترهيب ورفع للأسعار ونشر للدعارة وضرب للأسرة ونشر للمخدرات بشكل رهيب. المخدرات التي يشرف عليها جنرالات كبار وعقداء كبار، ثم يروحوا يعتقلوا الشباب صغير ويرموهم في السجون، ويبدأوا والديهم يجروا كاش قاضي يعطوله 50 مليون باش يخرجهم، أو كاش كوميسار يعطوله 100 مليون باش يخرجهم، أو باش. إلى متى هذا الظلم؟ إلى متى هذا التعسف؟ إلى متى هذا القهر؟ مخابرات إرهابية تسقط المافيا العسكرية. لم يكن الشعب مخطئا، لم يكن الشعب ظالما، ما تبلاش عليكم الشعب، إنكم مافيا عسكرية بمخابرات إرهابية وبشرطة إجرامية وبدرك إجرامي، اللهم إلا على استثناءات قليلة. هذا الوضع لا يجب أن يستمر، يجب أن يستمر. إننا ندفع في فاتورة الصمت والسكوت أكثر بكثير من فاتورة المواجهة. نحن دائما نقول لهم أنها ستكون مواجهة سلمية من جانبنا، من جانب الشعب الجزائري، أما هم فليفعلوا ما شاءوا، لأنهم أصلا على قول إخواننا قبل سنوات تظاهروا لن تستطيعوا أن تقتلوننا لأننا أموات. الشعب راه ميت، البلاد راهي ميتة، راهي محطمة، ما كانش واحد إذا استثنينا الذباب نتاعهم والأذناب نتاعهم الكاذبين الكذابين الذين ينشرونهم، يعطولهم دراهم سحت، يأكلوا في أموال سحت، يأكلوا في بطونهم نارا، ما كانش واحد راه راضي أو قابل بما يجري في البلاد. ويكفي أن ترتفع السخانة باش تزيد الناس تشوف المرارة أكثر فأكثر. إخواني أقولها لكم حيا أو ميتا، هذه العصابات والله لو وجدنا 1 في 1000، مش 1 في 1000، أن هناك نية للإصلاح أو للتغيير لوضعنا أيدينا في أيديهم، ولكنهم سفهاء ومجرمين ورديئين وفاشلين وعملاء وخونة، ويجب لهم فقط الثورة والإطاحة بهم، ما فيش خيار آخر. الحراك كان طريقا ويجب أن يعود، ولكن مش على نفس الطريقة التي سبقت. يجب أن يأتي حراك شامل وعام يوقف تماما هذه العصابات الإجرامية. خليني أعطيكم دليل من الأدلة على أنهم بعض الحرائق هم يقومون بها، بعض الحرائق هم يقومون بها، وهو الدليل مرة أخرى لمن لم يشاهده من قبل. لا تحدث حتما على الحرائق نتاع الأمس واليوم، لكن حرائق سابقة.
خلاصتها يعني لمن اللي ما فهمش القبائلية أو لمن ما بنتلوش الصورة، أنها تجي هليكوبتر تطلق مادة على أساس أنها مياه، طفي نار صغيرة فإذا بالنار تلتهب. في الحقيقة لم تكن مياه. والناس اليوم مقتنعة، تكلمت مع بعض إخواننا في المنطقة، في منطقة القبائل في بعض المدن في الشرق، قالوا لي كل الناس يقول لك راهم يرموا في واحد لي كابسيل، عندما تصل درجة الحرارة إلى حد معين تشتعل النيران. أنا أتفهم لماذا الناس يقولوا أنها كل الحرائق، لكن أنا قناعتي أن جزء من الحرائق طبيعي، لكن جزء مش طبيعي، جزء من أعمالهم هم. لكن حتى لو افترضنا أن كل هذه الحرائق طبيعية، فهذا يسموه لا نيجليجونس كريمينيل، هذا يسموه الإهمال الإجرامي، لأنه لا يعقل أنه بعد 61 عام مما يسمى الاستقلال ما عندناش طائرة واحدة كنادير. الآن راهم يتكلموا، قال لك كاين واحدة عند الجيش. واش دير عند الجيش؟ الجيش هذا أصبح مطافئ؟ الجيش هذا أصبح هو المطافئ؟ أصبح هو حراس الغابات؟ واش دير عند الجيش؟ إذا افترضنا، وبعدين كيفاش تكون عندنا وحدة في مساحة هي 10 مساحة في العالم؟ كيف تكون عندنا طائرة واحدة هي 7 مرات مساحة بريطانيا؟ أو قريب 8 مرات مساحة بريطانيا العظمى. بريطانيا العظمى مساحتها 300,000 كيلومتر مربع. والوزير يقول عندنا 6 طائرات وراهم هنا وراه الناس دربت وراحين يخرجوا. أين هما 6 طائرات؟ ما يسمى برئيس الوزراء قال لك عندنا 4 طائرات خلاص جبنا شريناهم، وحدة توصل في ديسمبر والبقية في وسط العام. ولعلكم سمعتم باش ما نعاودش نكرر واش كنت نقول. نحن أمام جماعات إجرامية عارفين بأن هذا الشعب يكرههم، وخرج ليطيح بهم، خرج باش يقول استقلال استقلال استقلال. خرج باش يقول رانا عارفين وش صرا في التسعينات. خرج باش يقول مخابرات إرهابية تسقط المافيا العسكرية. اختاروا إخواني، إما الإطاحة بهذه المخابرات الإرهابية والمافيا العسكرية، أو الإطاحة بالجزائر، ويوما ما راح نقولوا ما كان يسمى الجزائر. حياكم الله.